طب كيف قادرين انكم تدبروا حياتكم في ظل هذا الواقع الصعب؟ يعني لا مواد تموينيه متوفر ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين تدبروا حياتكم؟ إن رب، الله موجود، هو الرزاق، ما فيش مشكلة، يقصفوا يدمروا يضربوا، اللي بموت شهيد الله يرحمه، اللي بعيش حيواصل المشوار وحيكمل المشوار، وهم إلى زوال ونحن باقون.